اليوم يوم التحدي، يوم حرق الأسعار. وين؟ بالحسين توب أب. قال يا الضامن تعال، في عندنا اليوم تحدي أسعار. ترمس تالين الحجم حقها لتر يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله، الكل جاي ياخذ منها. متوفر منها 6 ألوان، 8 ألوان يا جماعة. طبعا عليها ضمان ما تبرد لمدة 12 ساعة، وإذا بردت تعال وخذ فلوسك يا حبيبي. 10 ريال و95 لأول مرة هذا السعر يا جماعة. دلة قهوة ودلة شاي، متوفر منها عدة ألوان، والسعر 29 ريال و95. هلا من جد يا جماعة، برستيج اسم على مسمى، واحدة للقهوة وواحدة للشاي ب 39 و95. فخامة لدلال يا جماعة، وتتكلم عن ماركة السيف. طبعا ما شاء الله المكان زحمة، تخيلوا معي هذا الطقم نازل من 159 إلى 89 و95. شوفوا جمال الذهبي والمقبض الخشبي، الطقم ب105 ريال، نفس الشيء لأول مرة. كل الترامس اللي موجودة عليها ضمان إنها ما تبرد لمدة 12 ساعة. أنا ما أتكلم فقط عن عروض، أتكلم عن جودة منتج. شوفوا هالطقم، أتكلم عن ماركة السيف، واحدة للقهوة وواحدة للشاي. ما بقولكم ب150 ولا ب100 ريال، ب59 ريال و95. هلا حبتين، مو حبة حبتين. لما قالوا لي تعال اليوم قلت ايش عندكم إعلان؟ قالوا عندنا إعلان، لكن هالمرة بنحرق الأسعار حراق. 36 قطعة 39 و95. حتى المنتجات اللي وصل حديثا 36 قطعة. شوفوا جمال الفنجان، المسكة السوداء تجنن، فخم مرة، بكم؟ 53 و95. هلا ان شاء الله انكم تلحقوا عليها، حسب كلامهم انه متوفر منها كمية كبيرة. شوف معرضها هنا ما شاء الله، معرضها هنا موجود في البوابة الخلفية، كله موجود عليها، طلب مرة قوي. ياخذ 10 20 عادي مش مشكلة، عليها عد يعني عليها سحب مرة قوي، عدة كاملة حق الفي 60. الكيف والمزاج صار عندك بالبيت، وبشنطة جميلة جدا ومناسبة ايضا حق الاهداء. عدة كاملة يا جماعة، 139 و95. هلا حافظات، مو اي حافظات، تكلموا عن منتجات هاي كواليتي، والاسعار كلها عليها عروض وعروض قوية. معروف لا يعرف ماركة السيف يا جماعة، 125 149، طبعا عدة مقاسات. وهذا طقم 3 حافظات والسيف يا حبيبي، والسعر طقم ثيفال نيو فلون 10 قطع 159 بس. احب التحديات. طقم قدور يا جماعة مكون من 13 قطعة، شنو التحدي يا امير؟ اذا لقيته بنفس السعر هذا او زيادة 10 20 30 ريال، تعال خذ 5 طقم مجان من عندي هدية. جنون الاسعار. طبعا جرانيت وتيفال موجود، 13 قطعة 13 قطعة يا جماعة ب 69 ريال و95. هللة، تقول لي شلون ما تطلع ترند؟ هذه الاعلانات اللي تطلع ترند. تحبون المفاجآت، طاولة طعام رخامية معاها 6 كراسي ولا في الأحلام. شنو هالسعر؟ 599. 3 طاولات ضيافة، طبعا أنا معجب فيها، خامتها مرة حلوة، تصميمها تحت الأرجل حقها تصميم مودرن مرة ناعمة. عندكم هذا اللون الفاتح وعندكم اللون الغامق، متخيلين 3 طاولات ب79 و95. هللة، هذه عروض حرق أسعار. وهذه أيضا مرة حلوة، نفس الشيء 3 طاولات ب89 و95. هللة، داد تركي مقاس 2 متر في 3 متر. طبعا هذه الخامة الخيش، هذه عليها طلب مرة قوي. لأول مرة الحسين توب أب ينزلها بهذا السعر، 169 و95. هلا جلسات حق طلعة كورنيش، حق بار مرة حلوين، تخيلوا بكم؟ ب9 ريال، 9 ريال و95. هلا ليه بلاش هالفخامة. هذه الحافات طبعا نفرين، هذا القماش اللي يسمونه الجاكار، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، والسعر نفرين ب159 ريال. بلاش دائما الترندات تلقونها في الحسين توب أب، مناديل شدة كاملة يا جماعة. طبعا العلبة فيها 150 منديل، السعر 4 ريال و95. هللة، طبعا المعروف لا يعرف، الشدة هذه بكم؟ 10 ريال ونص. مكسي رول 3 كيلو، عرض التوفير، حلوة حق المطبخ، كم سعرها؟ 20 و75. هلا شنو هالحركات يا الحسين توب أب، متعودين الفيري نلقى الليمون ونلقى هذا اللون الأصلي اللي بكل مكان، لكن أنا لأول مرة ألقاه عندكم بعبير الورد وعندكم باللافندر. فيري يا جماعة 19 ريال و95. هللة، حركات ما شاء الله، والأسعار عينكم على الأسعار. صابون غسيل يدين رغوة ماركة فاين، ومعروفة فاين، سعرها حلو والله. صابون صحون نمبر 1 سعره 9 ريال و75. تشكيلة من المفارش، السعر صدمة، 2.95 ريال. هللة، فس
مسحوق غسيل جنتو 5 كيلو توقعوا بكم يا جماعة؟ من جد أنا مصدوم. 29.95 طبعا معروف، تتكلم عن الرهدان يعني تتكلم عن الجودة. عندكم حق الغسالات العادية وهذه الغسالات العادية والأوتوماتيك. حلو سعر حلو. حسين توب أب يقول لك وفر فلوسك، مسحوق غسيل موبي 25 كيلو، أهم شيء عندك مكان بالبيت. وهذا الآن ترند، هذا الهبة معطر ملابس داوني أخوات، هذا عليه مدح وعليه طلب مرة مرة قوي. ما راح أقول لكم برا ينباع بكم، بس بقول لكم بتوب أب الحسين ب 28.5. ملاعق وشوك متوفر منها 7 ألوان ماركة عسق، ريالين و95 هللة. تكلم عن شيء جودة سميكة. صحون الألمنيوم جميع الأنواع، العلب والصحون، أقوى 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 عرض عليها، ريالين و75 هللة. أتكلم عن أسعار جملة، كرتون كامل حفايض بيبي لايف متوفر منها من مقاس 2 إلى مقاس 7، كرتون كامل يا جماعة 84.95 ريال هللة. ما راح أتكلم بكم ينباع، أقول لك تعال يا حبيبي توب أب الحسين وشوف الأسعار بنفسك. تابعين الحلوين الجميلين والله إنكم تستاهلوا هالترند. صان سلك 700 ملي جميع الأنواع 12.95 ريال هللة. أنا قلت لحسين خلاص وقفنا تصوير في المنظفات، قال لي العملاق ما أقدر أتعداه. 15.95 ريال هللة. طبعا هذا كيلو وين. نختم معاكم تغطيتنا بقسم الكهربائيات، كاوية ملابس عامودية ب 94 ريال بس. اليوم يوم المفاجآت حسين. 9 لتر من السيف الله يهوايه 194 ريال. وين صارت 194 ريال ماركة؟ أتكلم عن براندات محضرة طعام مولينكس، تخيلوا معي يا جماعة السعر 194 ريال. وهذا خلاط جانو السيف، خلاط وطاحونة 49.95. غلاية زجاجية لتر و800 سعرها مجنون بلاش، هذا في لبس ب 94 ريال خلاط وطاحونة. محضرة طعام من كولن ايش رايكم فيها؟ حلوة 94 ريال. أنا أتكلم عن براندات نيكاي يا جماعة، قطاعة الخضار بلاش، حركات وأحلى مساجي يا حبيبي 29 ريال سعره مجنون. ثلاجة حق المكتب حق غرفة النوم مرة حلوة يا جماعة 329 ريال، فيها فريزر بعد فوق مرة حلوة. وهذه غسالة 5 كيلو من دانسات، عندكم غسالة وهنا مجففة سعرها 294 ريال. نختم معاكم تغطيتنا بالمكنسة الكهربائية 21 لتر 1800 واط 99 ريال. شنو هاي حسين؟ الكمية مفتوحة، الكمية مفتوحة، تبغى ثنتين ثلاث أربع. اللي صورته جزء من عروضهم، تابعوا باقي العروض على حسابهم بالإنستغرام، فقط اكتب الحسين توب أب الدمام.